صراحة يعني الأفضلية كانت لنا، بس لاعبين الوحدة صراحة ما قصروا، قدموا مباراة وايد زينة رغم النقص، وما توفقوا في النهاية، ويعني لعبنا وياهم ل 120 دقيقة يعني مو بشيء بسيط يعني رغم النقص، بس الحمد لله لاعبيننا بخبراتهم قدرنا نفوز في البطولة. أصعب لحظة كانت في خلينا نقول في المباراة وين كانت؟ جول هي دقيقة 45. هاي أصعب لحظة. كنت تتوقع أن هدف التعادل للوحدة ممكن ينهي المباراة؟ لا، عندي ثقة في لاعبين. هم قادرين على هالشيء، مو بس في المباراة، كل المباريات. نعم.